نشرة سابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. الجيش السوري وحلفائه يستعيدون قلعة تدمر ويسيطرون على مركز المدينة ناريا وسط انهيار في صفوف داعش. لافروف يرفض انضمام المتطرفين إلى محادثات جنيف بشأن سوريا، والموفد الإيراني يلتقي وفد منصة موسكو. حرب شوارع تخوضها القوات العراقية في هذه الأثناء. الميادين تواكب تقدم القوات العراقية في حيي الغزلان والشهداء في الساحل الأيمن للموصل. الرئيس الإيراني حسن روحاني يتفق مع نظيره التركي على تحسين العلاقات، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. وفي السابعة، منزل عائلة الزعيم الراحل فيدل كاسترو متحف ومقصد للسياح من مختلف أنحاء العالم. استعاد الجيش السوري وحلفائه قلعة تدمر غرب المدينة وفرضوا سيطرة بالنار على المدينة. وكانت مراسلة الميادين قد أفادت بأن الجيش استعاد السيطرة على مثلث تدمر الاستراتيجي. الطائرات الحربية السورية كانت قد كثفت غاراتها على تجمعات داعش في الريف الغربي لمدينة تدمر، ولا سيما في جبل الطار ومحيط المدينة. وفي ريف الرقة الغربي ترتفع حدة المعارك مع شن تنظيم داعش هجمات متكررة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، فيما تقترب هذه القوات من آخر معاقل التنظيم في المنطقة. تفاصيل في هذا التقرير لهبة الله بيطار. باتجاه سد الفرات ومدينة الطبقة تمضي قوات سوريا الديمقراطية. في ريف الرقة الغربي ترتفع حدة المعارك، وتنظيم داعش يستشرس في الدفاع عن آخر معاقله في المنطقة. بدعم من التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، استطاعت قوات سوريا الديمقراطية طرد عناصر داعش من عشرات القرى والمزارع في ريف الرقة الغربي. هجمات متكررة ينفذها تنظيم داعش على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قريتي سويدية كبير وسويدية صغير. هاتان القريتان هما آخر النقاط قبل سد الفرات والطبقة، وهدف داعش إعاقة تقدم القوات باتجاه السد الذي يتخذ منه معقلا. احنا هلا بسويدية كبيرة، والحمد لله احنا متقدمين، ان شاء الله من هين كم يوم نحرر الطبقة والرقة ودير الزور كمان. المعارك مع داعش في قرية سويدية كبير ليست صعبة نسبيا كما يصفها مقاتل قوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما مع الغطاء الجوي الكثيف لطائرات التحالف الأمريكي. لكن الخطورة تكمن في الألغام التي زرعها عناصر التنظيم في مناطق وجود المدنيين. إنه كل ما بيطلعوا من مثلا من فردة من ديعة، يعني بيلغموا ديعة وبيطلعوا مشان المدنية بيدروا مشان يموتوا، يعني بدر البني آدم أكثر وأكثر. يستغل عناصر تنظيم داعش حساسية موقع سد الفرات وصعوبة استهدافه بالغارات الجوية، وهو ما فرض على القوات الأمريكية المرافقة لحملة غضب الفرات إيجاد تكتيكات عسكرية للوصول إلى السد دون إلحاق الضرر به. فطرد داعش من السد يعني إنهاء وجوده في كامل الريف الغربي والشمالي الغربي للرقة. إلى منطقة درعا، حيث فجر الجيش السوري عبوة ناسفة بآلية تابعة لجبهة النصرة على طريق الغارية الغربية خربة غزالة. وكانت قد كانت تلك الآلية متوجهة إلى كمين الكهرباء التابع للنصرة مقابل طريق درعا الرئيس، ما أدى إلى مقتل وجرح من كان فيها. الله أكبر. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن السماح بانضمام المتطرفين إلى عملية التفاوض بشأن سوريا. وفي مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره وزير الخارجية النيجر في موسكو، قال لافروف أن بلاده تأمل ألا تفشل صيغة جنيف للتفاوض وأن تواصل أداء دور مهم في تقدم التسوية السورية مثل صيغة أستانا. وأمل وزير الخارجية الروسي أن تطور دمشق الحوار مع جيرانها في المنطقة. О том, как...
فدا مراسل الميادين في جنيف بأن الدبلوماسي الإيراني حميد دهقان التقى وفد منصة موسكو للمعارضة السورية في جنيف بهدف الاطلاع على رؤية هذا الوفد للحل في سوريا. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوفد أنه بحث مع ديمستورا الانتقال السياسي والقضايا ذات الصلة للمرة الأولى، معتبرا أن ذلك يمثل بداية جيدة. هذا الوفد تشمله أيضا لقاءات مساعد وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف المرتقبة اليوم. سمعنا من السيد ستيفان أن هناك كان وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعا يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه هو السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى الموجودة في هذا القرار أو حتى اللي غير موجودة في هذا القرار. مساعد وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف كان قد التقى وفد الحكومة ودعا إلى ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب أولوية وجزءا من محادثات جنيف إلى جانب المسائل الأخرى. بطبيعة الحال الإرهاب يعد أولوية، ولذلك مكافحته ينبغي أن تدرس في برنامج المحادثات مع غيرها من المسائل الواردة في قرار مجلس الأمن 2254. التقينا مع الجعفري وقد أكد مرة أخرى أنه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، لكنه أشار إلى أن الإرهاب ينبغي أن يناقش أيضا. قال محققون تابعون للأمم المتحدة أن طرفي المعركة في مدينة حلب السورية ارتكبا جرائم حرب. وفي تقرير اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة السلطات السورية بقصف قافلة إغاثة إنسانية في حلب. وزعم التقرير أن القوات السورية والروسية نفذت ضربات جوية يومية على شرق حلب، ما أدى إلى مقتل المئات وتدمير مستشفيات. وأكد التقرير أن الجماعات المسلحة قصفت غرب حلب، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، كما منعت المدنيين من الخروج من شرق حلب واستخدمتهم دروعا بشرية وهاجمت حي الشيخ مقصود السكني. إلى العراق، حيث قطعت القوات العراقية الطريق الغربي بين الموصل إلى بلدة تلعفر، وباتت على بعد كيلومتر واحد من المدخل الشمالي الغربي للموصل. وتواصل القوات العراقية حرب الشوارع ضد مسلحي داعش في حيي وادي حجر والشهداء في الساحل الأيمن للموصل. في هذه الأثناء، واكبت الميادين تقدم القوات العراقية في حيي الغزلان والشهداء في الساحل الأيمن للموصل، ورصدت استهداف داعش للمدنيين بالقذائف والسيارات المفخخة. هذا تقرير لعبد الله بدران. باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في عمليات استعادة الأحياء التي تقع ما بين الشهداء ووادي حجر. حرب شوارع تخوضها القوات العراقية في هذه الأثناء. فشل داعش حتى هذه اللحظة في أن يحرك أو يدفع السيارات المفخخة باتجاه القوات العراقية لأسباب تتصل بتكتيكها الذي تعتمده، وهو إنشاء سواتر بين أحياء وأزقة الموصل. القوات العراقية باشرت عملية إخلاء العائلات من أحياء الشهداء والغزلاني ووادي حجر، وهي ذات الأحياء المستهدف تحريرها وذات الأحياء التي تؤمن اندفاع للقوات العراقية باتجاه المجمع الحكومي في الدواسة. الاشتباكات مستمرة ومواكبة طيران الجيش مستمرة وضربات جوية طاولت مخزن داعش وسلاحه في وادي حجر من قبل الطيران العراقي. يمكن أيضا أن نرصد حركة العائلات والمدنيين مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب عندما يتم إخلاءهم ونقلهم باتجاه المواقع الآمنة. هاي كلها المتعرقلات اللي حاطينها فتحناها كلها، والحمد لله والشكر. وهسه تشوف هسه هاي حي الطيران شلون حررناها كلها بالكامل. هاي العوائل وهاي الحمد لله والشكر الطريق آمن وماكو ايش. حركة الدرع العراقي ومغاوير النخبة بين أزقة الموصل لفتح أكثر من زقاق وفتح أكثر من منفذ.
سقوط قذيفة هاون من قبل مسلحي داعش في استهداف العائلات التي تحاول الخروج باتجاه القوات العراقية ومحاولة الهروب من مواقع تواجد مسلح التنظيم. قذيفة مورتر في هذه الأثناء تستهدف حركة المدنيين والعائلات من قبل مسلحي داعش. من حي الطيران عبد الله بدران، الميادين. في غضون ذلك أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي للميادين أن الحسم في معركة الموصل بات قريبا جدا، وأشار لمراسلنا إلى أن القوات العراقية بقدر التزامها قواعد الاشتباك في قتالها في الموصل فهي ملتزمة الجانب الإنساني والمحافظة على الأموال العامة والخاصة وحقوق الإنسان. وضع الميدان هو يتحدث انتصارات متلاحقة، معنويات عالية، هزيمة لداعش واضحة، وإن شاء الله أيام الحسم قريبة جدا. والجانب الإنساني في الخطة؟ بالتأكيد بمستوى الالتزام بقواعد الاشتباك والقتال وتحرير الأرض هناك تأكيدات على الجانب الإنساني والمحافظة على الأموال العامة والخاصة وحقوق الإنسان. إذن وبالتزامن مع استمرار المعارك في الساحل الأيمن للموصل تستمر حركة نزوح المدنيين من مناطق القتال، وقد أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف نزوح 26 ألف شخص من الجانب الغربي للمدينة منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة قبل 10 أيام، إلا أن رحلة نزوح العراقيين لم تخلو من المخاطر والمآسي. تقرير مايا رزق. داخل هذه الحقائب الصغيرة حمل عشرات الآلاف من العراقيين آمالا بحياة بعيدة عن إرهاب داعش، إرهاب كان قد أرق مضاجعهم وحولهم إلى دروع بشرية بيد المسلحين لسنوات. أبناء مناطق غرب الموصل حملوا أمتعتهم وساروا بعيدا عن أزيز الرصاص ظنا منهم أن الخطر قد بات خلفهم، إلا أن الموت عاد ليواجههم من جديد. ابن هذا الرجل أصيب بشظية في ظهره تركته بين الحياة والموت. ضربت هذا المسيرة، الطيارة المسيرة ما لدي ملك اليوم، ضربت الطيارة تصوب وليدي وش بيني، والله ما عندي غيره، والله ما عندي غيره، عندي ديان أصغر منه شال، والله والله داعش العيد بيض هذا وش بيني، والله يا يابا. نحو 14,000 شخص ألزموا على مغادرة منازلهم عقب إعلان الجيش العراقي انطلاق معركة تحرير مناطق غرب الموصل، مناطق شكلت كثافتها السكانية وتلاصق أبنيتها عقبة أمام تقدم القوات العراقية. كيف لا وقد عمل مسلحو داعش على استغلال هذا التوزع الديموغرافي من خلال ربط منازل المنطقة عبر شبكة أنفاق داخلية. يبدو أن الثمن الإنساني لتحرير غرب الموصل سيكون باهظا، فنحو 750,000 شخص هم محاصرون اليوم في غرب الموصل ويعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية بحسب برنامج الغذاء العالمي. استشهد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوب مدينة الخليل. وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن. وفي شمال مدينة رام الله أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين معظمهم طلاب في جامعة بيرزيت جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم بعد مشاركتهم في تظاهرة احتجاج على اعتقال 6 من زملائهم. تقرير المراقب العام في إسرائيل بشأن أداء المستويين السياسي والعسكري في العدوان على غزة عام 2014 ترك تداعيات صاخبة على المشهد الإسرائيلي في ضوء ما كشفه من عيوب وإخفاقات وصلت حد الدعوة إلى استقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. تقرير منال إسماعيل.
بعد أشهر من التسريبات والحرب الكلامية بين المسؤولين السياسيين، صدر تقرير مراقب الدولة حول عدوان الجرف الصلب على قطاع غزة ليؤكد ما كان معلوما. التقرير الذي تحدث عن فشل استخباري وعسكري وعن قصور سياسي في تقديم بدائل عن الحرب مثل مادة دسمة في إسرائيل لما له من انعكاسات وتداعيات مباشرة على الساحة السياسية فيها. يكفي قراءة جملة واحدة في التقرير لمعرفة خطورته، وهي تتطرق إلى أن نتنياهو ويعلون لم يدرسا بدائل سياسية لمنع الحرب. لم يكن هناك اتهام مماثل لرئيس حكومة ووزير أمن منذ عام 73، ولذلك على نتنياهو ويعلون أن ينهيا وظيفتهما العامة. التقرير تحول إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية، فتبادل أعضاء المجلس الوزاري المصغر أثناء العدوان الاتهامات مستخدمين أقصى العبارات. يعلون كان وزير الأمن الأسوأ في تاريخ إسرائيل، وهو خطر ولن يعود إلى منصبه، ولا أريد أن أكون قاسيا وأقول إن هناك دما لجنود على يديه. أحزاب المعارضة سارعت إلى توجيه سهام الانتقاد مباشرة نحو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فتقدمت بطلب لإجراء نقاش خاص أمام الكنيست بحضوره، بينما دعاه زعيم المعسكر الصهيوني إسحاق هرتزوغ إلى الاستقالة، محذرا من أن مضمون التقرير يجب أن يثير الهلع والقلق لدى الإسرائيليين. في التوصيات لفت محللون إلى أن مراقب الدولة دق ناقوس الخطر أيضا بالنسبة إلى أنفاق حزب الله في لبنان. المراقب أوصى بالعمل أيضا ضد الأنفاق في لبنان، ويجب القول إنه تهديد غير معروف حتى الآن، فلا معلومات لدينا عن أنفاق هجومية حفرت من لبنان إلى داخل إسرائيل. سياسيون قلة خرجوا نظيفي الكف من تقرير مراقب الدولة، يقول مراقبون، وبدلا من أن يعمل نتنياهو على استنتاج العبر منه، وجه سهامه نحوه في رد بائس وصبياني. وفي فلسطين المحتلة أيضا رأت مؤسسة مهجة القدس للأسرى أن تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد القيق بمثابة حكم بالإعدام عليه. وخلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام وسط غزة، أكدت أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل نفقا مظلما لا بد من إنهائه. قد جددت المحكمة للمعتقل محمد القيق 3 أشهر قابلة للتمديد أيضا، وهذا يعتبر قرار إعدام بحق الأسير المضرب عن الطعام. بدلا من تحديد نهاية لاعتقاله أو حتى الإفراج عنه، يجدد له 3 أشهر قابلة للتجديد. أيضا هناك الأسير جمال أبو الليل والذي يضرب أيضا في مجلس الاعتقال الإداري. نقول لفصائل المقاومة أن الخيارات يجب أن تكون جاهزة من أجل نصرة أسرانا داخل السجون الصهيونية. هذه المقاومة التي استطاعت أن تصنع معادلة توازن الرعب والردع، وهذا ما أكده تقرير مراقب الدولة الأخير عندما أكد فشل نتنياهو الذي شن حربا لمدة 51 يوم ولم يستطع أن يحقق أهدافه. وكانت محكمة عفر العسكرية الإسرائيلية قد ثبتت الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق ل3 أشهر مع إمكانية التمديد بعد جلسة سرية. لهذا الوقت حذر الأسرى الفلسطينيون من تفاقم أوضاعهم في السجون الإسرائيلية ملوحين بسلسلة احتجاجات وإضرابات في نيسان أبريل المقبل. لم يكد محمد القيق يستعيد عافيته ليفقدها مجددا في جولة أخرى من معركة الأمعاء الخاوية التي بدأ بها منذ 23 يوما بعد اعتقاله إداريا في كانون 2 يناير الماضي. محكمة الاحتلال التي عقدت جلسة سرية بشأن اعتقال القيق أقرت تثبيت اعتقاله ل3 أشهر مع إمكانية التجديد برغم تأكيد الأطباء تدهور وضعه الصحي على نحو كبير. نحن نتحدث عن وضع الصحي في اليوم 23 من الإضراب المفتوح عن الطعام، وللمرة الثانية خلال أقل من عام فهو وضع متدهور. يعني محمد بدأت تظهر لديه مضاعفات لم تظهر في الفترة نفسها في الإضراب السابق، مبكرا جاءت هذه المضاعفات، يعني مثلا فقدان القدرة على السير، الثقل في الكلام والحديث. الأسرى الفلسطينيون في السجون حذروا من أن استمرار التدهور في أوضاعهم سيحمل معه تصعيدا كبيرا في نيسان أبريل المقبل، حيث سيبدأون إضرابات مفتوحة عن الطعام وسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية الأخرى.
المطلوب من الحركة الوطنية بكل تعبيراتها، ويعني أنا أسمي هنا بالتحديد فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي. نحن أطلقنا مبادرة، طلبنا أن تلتئم هذه الفصائل على أعلى مستوى لبلورة استراتيجية وطنية فلسطينية تكفل توفير مظلة حماية للأسرى الذين يشعروا أنهم لوحدهم. محمد القيف. الفصائل الفلسطينية دعت إلى توحيد المواقف للنضال من أجل قضية الأسرى في ظل غياب أي أفق سياسي لحل قضيتهم، تحديدا أسرى المؤبدات والمرضى، إضافة إلى ضرورة مقاومة سياسة الاعتقال الإداري. يجب أن ننتقل إلى خطوات جدية تحمي أسرانا وتحمي أسيراتنا من إعادة الاعتقال من جهة، ومن التنكيل الذي يجري بكل أسرانا في داخل السجون. المطلوب قرار واضح وقرار جدي يعكس بالفعل بأن الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني على مستوى حماية هؤلاء الأسرى والأسيرات. ويشار إلى أن القيق كان قد أفرج عنه في أيار مايو الماضي بعد إضراب عن الطعام دام 91 يوما. كعادتها إسرائيل تعقد الاتفاقات لتعود وتتنصل منها، خصوصا ما يتعلق بإعادة اعتقال الأسرى طالما بقيت أراضيهم وبيوتهم مباحة لجيشها. نسر سلمي من أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الميادين. يسود الهدوء الخضر مخيم عين الحلوة للفلسطينيين في جنوب لبنان بعد اشتباكات بين حركة فتح ومجموعات متطرفة في وقت تسعى فيه الفصائل الفلسطينية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشارع، بينما تفاوت التزام الدعوة إلى الإضراب في صيدا احتجاجا على الأوضاع الأمنية. هذا تقرير لجمال غربي. بالنسبة إلى مخيم لا تزيد مساحته على كيلو متر مربع واحد، هذا دمار هائل. الهدوء الذي أعقب الاشتباكات الأعنف في المخيم منذ سنوات يصفه الجميع هنا بالهش، ويرى المتابعون أنه محطة بين جولتين. ليس هناك ضمانات أن لا تتكرر الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، لأن هذه المجموعة خارجة عن النسيج الوطني الفلسطيني. لا أمان هنا، هذا ما رآه أهالي المخيم بعد عودتهم لتفقد ممتلكاتهم. نزح معظمهم من بيوتهم الصغيرة فيما بدأت حركة سياسية من داخل المخيم ومحيطه الصيداوي لتأمين مظلة سياسية جامعة تترجم تصريحات القوى الداعمة للتهدئة في المخيم إلى أفعال قد تفضي إلى معالجة جذرية للأزمة القائمة بالحوار أو بالقوة أو بالأمرين معا. أيضا نحن عازمون وحاسمون على عدم التراخي بعد الآن مع أي حدث. المخيم أكبر من شاد المولى وأكثر من الجميع. هذا المخيم لأبناء المخيم، مش للمطلوبين والهربانين من العدالة. وفيما يتوقع صدور قرار سياسي برفع الغطاء عن أي جهة تخل بأمن المخيم، لا يبدو الأهالي متفائلين بأيامهم المقبلة، فكثيرا ما تكررت الدعوات وبذلت الجهود، لكن عين الحلوي بقي بركانا قابلا للانفجار في أي لحظة. نجحت الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن ثمة تساؤلات عدة تطرح نفسها لدى أبناء المخيم، ولعل أبرزها ما هي الضمانات المطروحة لعدم تكرار تلك الاشتباكات، وكيف سيتم التعاطي مع الجماعات المتطرفة. جمال الغربي، صيدا جنوب لبنان، الميادين. فاصل، نتابع بعده مباشرة النشرة السابعة. جددا حياكم الله. اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تحسين العلاقات بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. وفي لقاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، قال روحاني ان محاربة الإرهاب هدف اساسي في مواجهة قضايا المنطقة، مشيرا الى ان بلاده تؤكد على وحدة دول المنطقة وترفض انتهاك اراضيها وخاصة سوريا والعراق، ورأى ان تعزيز علاقات الصداقة وتقويتها بين دول الجوار من اسس سياسة ايران الخارجية، مشيرا إلى أن الحل السياسي للمشكلات يمكن أن يؤدي إلى توفير الأمن للمنطقة.
وقد بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أعمال القمة 13 لمنظمة التعاون الاقتصادي بحضور رؤساء الدول والحكومات في 10 دول أعضاء في المنظمة. المؤتمر جمع الجانب الإيراني والتركي تحت مظلة العمل على اقتصاد صلب وتعاوني، لكن المؤتمر شهد غياب الوفد الأفغاني الذي رفض المشاركة في المؤتمر نتيجة تصاعد الخلاف بين أفغانستان وباكستان. هذا تقرير لبكر يونس. مجددا، منظمة التعاون الاقتصادي إيكو تلتئم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. 5 سنوات من الخلافات عطلت أعمال المنظمة، اليوم تبدو الصورة مختلفة، فالتحديات تتعاظم والحاجة إلى التقرب والتعاون باتت أمرا ملحا. الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان القمة 13 للمنظمة برعاية رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وحضور لافت للصين بصفة مراقب. مواقف الدول المؤسسة للمنظمة باكستان، إيران وتركيا بدت متقاربة. شريف أكد رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع دول الجوار، ولا سيما في مجال الطاقة وإنشاء ممرات تجارية، وهو ما لاقاه روحاني بالدعوة إلى تعزيز التعاون المشترك. إن أساس هذا المؤتمر هو تواصل التطور الإقليمي وازدهاره، وهو ما يؤكد التزامنا تحقيق الازدهار المنشود. الاقتصاد الآسيوي الآخذ في الصعود سيمثل تغييرا في التوجيه الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، ونحن نؤكد على التعاون المشترك. الدورة الحالية للقمة رفعت شعار التعاون والتواصل للازدهار الإقليمي، فيما تبدو الدول الأعضاء بحاجة إلى ربط جسور اقتصادية تعود بالنفع على دول المنطقة، ولا سيما في ظل سياسات واشنطن الانكفائية ومساعيها المستمرة لإثارة المزيد من الخلافات والفوضى في المنطقة. لب أعمال الاجتماع كان اقتصاديا، وذلك يشمل السياحة والسفر والأعمال التجارية بكافة أشكالها. ومن الحكيم أن الرئيسين الإيراني والتركي لم يتطرقا إلى الخلافات السياسية، بل عملا على إيجاد سبل التعاون الاقتصادي. مؤتمر الاقتصاد الإقليمي كان قد أنشئ في الثمانينيات، وتنامت أهميته مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العشر الأعضاء، ويبدو أن الصين وروسيا المشاركتين بصفة مراقب تبحثان عن فرص أيضا، ذلك أن مشروع خط التجارة الصيني الباكستاني تصدر جدول أعمال المؤتمر. تحتاج دول آسيا إيجاد صرح اقتصادي ثابت وقادر على استمرار النمو والتطور، وللوصول إلى هذا الهدف لابد من اجتماع الأيادي سياسيا لبناء الأساس الاقتصادي المنشود. بكير يونس، إسلام أباد، الميادين. معي الآن مباشرة من إسلام أباد مراسل الميادين بكر يونس. ماذا نتج عن هذه القمة بكر؟ يبدو بكر يونس ليس معنا. شكرا جزيلا لك بكر، سنحاول التواصل معك خلال هذه النشرة. ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على خلية تكفيرية تتكون من عنصرين في محافظة القصرين، وأكدت وزارة الداخلية أنها ادعت عليهما بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي. يأتي ذلك في وقت عثرت فيه القوات الأمنية التونسية على 4 جثث لإرهابيين قضي عليهم في اشتباكات سابقة بين الوحدات العسكرية ومجموعة إرهابية بجبل سمامة بالقصرين، فيما تتواصل عمليات التمشيط في المنطقة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بالحسن الوسلاتي. حذر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية من مخطط استعماري يسعى إلى السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وإعادة تقسيم ليبيا ورسم خارطة للعالم العربي بغية بسط السيطرة على الثروات. وفي ندوة بشأن آفاق الحل السياسي في ليبيا وتداعياته على دول الجوار، نظمها حزب التيار الشعبي في تونس، رأى المجلس أن مبادرات دول الطوق الليبي تستبعد القبائل الليبية التي تعد الشريحة الأكثر تمثيلا في ليبيا وتعمل على إشراك ميليشيات مسلحة فرضت نفسها على الأرض بقوة السلاح ولا تمثيل أو امتداد لها في النسيج المجتمعي الليبي. قد اقتوت تونس بالإرهاب، اقتوت مصر بالإرهاب. ما يحدث الآن في سوريا، ما يحدث في الأمن، استباحة الأراضي العربية ليس على سواد عيوننا ولكن على مقدرات الوطن العربي، على موقع استراتيجي. يا أخواننا المؤامرة كبيرة، والمؤامرة أكبر إن لم نعوا ذلك.
وللأسف الشديد أن لازالت وسائل الإعلام لا تتكلم على تنظيم الدولة الإسلامية. لا يوجد تنظيم دولة إسلامية. ولماذا لم يقولوا تنظيم الدولة اليهودية وتنظيم الدولة المسيحية؟ نحن اليوم الإسلام براء من هؤلاء، لأن هؤلاء تنظيمات تكفيرية غربية مجندة من موساد ومجندة من سي اي لتدمير البنية العربية والهائنة بقضية كبرى وهي البوصلة الحقيقية للشعب العربي، وهو الصراع العربي الصهيوني. اليوم أصبح صراع مش عربي صهيوني، أصبح اليوم ليبي ليبي، مصري مصري، توزي، وحتى في القبيلة نفسها أصبح صراع. لماذا؟ لمدخل علينا بالفتنة. ندعم الوسائل العسكرية لأن ولاها لله ثم للوطن. قوات مسلحة غير مؤدلجة إلا بحب الوطن فقط. رؤيتنا في نعبو في 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 الشارع، نحركوا في الجموع أنها تساند المؤسسة هذه ضد الميليشيات العابثة بمصير الليبيين والدولة. احتدمت المعارك بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، واستغارات مكثفة لمقاتلات التحالف على مناطق متفرقة في محافظة تعز والحديدة. معارك عنيفة تشهدها مديرية المخا جنوب غرب تعز بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى. تمكنت خلالها القوات اليمنية من السيطرة على عدد من التلال المجاورة لجبل النار في المديرية بحسب تأكيد مصدر عسكري. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على مدارس العمري بمديرية ذباب المحاذية للمخا. مسلسل الغارات امتد ليشمل مناطق عديدة في مديرية الصليف وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة. في مديرية نهم أفاد مصدر عسكري بقنص الجيش واللجان الشعبية عنصرين من قوات هادي جنوب منطقة المدفون في المديرية. وفي شبوة شرق اليمن استهدف الجيش واللجان بالقذائف تجمعات قوات هادي في مديرية عسيلان بالمحافظة. عند الحدود اليمنية السعودية أطلقت القوات اليمنية صواريخ الكاتيوشا على مهبط لطائرات الأباتشي في معسكر الحاجر. مدفعية الجيش واللجان استهدفت موقعا مستحدثا خلف رقابة الشعب في عسير، وأيضا تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الخضراء وشرق موقع الطلعة في نجران. بالعودة إلى اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي كوا التي تعقد حاليا في إسلام أباد، معنا مباشرة من هناك مراسل الميادين بكر يونس. ماذا في نتائج هذه القمة بكر؟ هناك الكثير من النتائج الإيجابية في هذه القمة، لا سيما وأن أردوغان الرئيس التركي ووزير الخارجية الإيراني ضريف كان قد التقى وجها لوجه في منزل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف على هامش القمة. اللقاء كان مثمر وإيجابي حسب الكثير جدا من المصادر المحلية، حيث قامت الطرفان التركي والإيراني بالتبادل طرق وسبل التعاون الاقتصادي بشكل خاص. والجانب الباكستاني كان قد أوضح في من خلال بعض المسؤولين أن باكستان حرصت على أن يكون الحديث فقط حديث اقتصادي بعيدا عن المشاكل أو الأزمات السياسية الموجودة في حاليا في الدول العربية، وترى باكستان أن الدور الاقتصادي قد يكون أساس حل الأزمات الموجودة في الوضع العربي، لا سيما الخلافات السياسية وعلى الأرض في كل من اليمن وسوريا. هذه انطلاقة ترى باكستان أنها الأهم في هذه اللحظة، خاصة أن باكستان في الأونة الحالية تعمل على إقامة أو إعادة تفعيل منظمة الاقتصاد الإقليمي انطلاقا من الخط التجاري الصيني الباكستاني الذي يقوم أو تقوم باكستان على مده وتمكين الدول العربية والشرق الأوسط من الاستفادة منه بقدر الإمكان. طيب، هذه اللقاءات التي جرت على هامش القمة، قمة منظمة التعاون الاقتصادي بكر، هل نتج عنها أي تصريحات أو مواقف من الجانب الإيراني أو حتى من الجانب التركي؟ التصريحات كانت أو فقط بقيت في من خلال الخطابات التي قام رئيس الرؤساء بإلقائها في خلال القمة، لكن هناك الكثير من اللقاءات الجانبية على هامش المؤتمر التي حدثت في باكستان، والتي حقيقة لم تتمكن وسائل الإعلام الباكستانية المحلية أو الإقليمية من الوصول إليها، لكن حصلت الدبلوماسية الباكستانية عن إبقائها سرية بعيدا عن عين الكاميرا. إلا أن لقاء ضريف بالرئيس التركي أردوغان كان قد ظهر بالفعل على شاشات الإعلام الباكستاني، وهناك الكثير جدا من التصريحات المحلية الباكستانية التي قالت أن باكستان لعب دورا بارزا في إيجاد فرصة للقاء الطرفان
ولبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين بلدين على أن يكون ذلك الحل الأمثل وإيجاد نقطة تحول في العلاقات الدبلوماسية الإيرانية التركية. شكرا جزيلا لك بكر يونس مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من إسلام أباد. منح البرلمان الصومالي الثقة لرئيس الحكومة الفيدرالية الجديد بأغلبية ساحقة على أن يؤلف حكومته في غضون 30 يوما. وتواجه رئيس الحكومة الجديد تحديات عدة أبرزها الأمن والمصالحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية. هذا تقرير لشافعي محمد. في جلسته الأولى ناقش البرلمان الصومالي مشروعا تقدم به الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لمنح الثقة لرئيس حكومته الجديد. بحضور 231 نائبا صوت البرلمان بغالبية ساحقة لرئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير الذي أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان. حضر جلسة التصويت لمنح الثقة لرئيس الوزراء الصومالي 231 نائبا ولم يمتنع أحد عن التصويت. ويعد خيري أصغر رئيس للوزراء كما أنه حديث العهد في السياسة وكان ناشطا في مجال العمل الإنساني. رغم ذلك يعقد الكثير من النواب والمواطنين آمالهم على حكومته في تحسين أوضاع البلاد المتردية أمنيا وسياسيا. نحن مسرورون اليوم، هناك فجر جديد بزغ للصومال، فبعد معاناة كبيرة نأمل أن تنتهي كل هذه المحن والمصائب والخلافات السياسية. هذه الحكومة ستحظى بتأييد الشعب الصومالي، نرجو من رئيس الحكومة الجديد أن يدير ملفات الصومال وفق ما ينسجم مع متطلبات الشعب ورغباته وأهمها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. البرلمان منح رئيس الوزراء مهلة 30 يوما لتأليف حكومته وسط توقعات بأن تكون حكومة كفاءات يشكل المغتربون فيها رقما صعبا. بأغلبية ساحقة صوت أعضاء البرلمان الصومالي لصالح رئيس الحكومة الجديد، رئيس أمامه تحديات وملفات كثيرة. حكومة ستواجه ملفات كثيرة أبرزها الأمن والمصالحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية، ناهيك باستكمال الدستور الصومالي وإعادة تأهيل النظام القضائي. شافعي محمد مقدشو، الميادين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلويح بالاستمرار في سياسته لتعزيز العقوبات على إيران، وأكد استمرار التحالف مع إسرائيل. وفي أول خطاب له أمام الكونغرس غاب عنه ذكر روسيا، تعهد العمل مع حلفاء واشنطن ولا سيما الدول الإسلامية للقضاء على تنظيم داعش. وشدد ترامب على أنه لن يسمح بأن تصبح بلاده مرتعا للمتطرفين. استمر ترامب في تكريس فكرة أمريكا أولا. جمع الرجل وعوده السابقة ورسم ملامح سياساته الداخلية والخارجية في أول خطاب له بعد توليه سدة الرئاسة داخل مقر الكونغرس. الرئيس الأمريكي تعهد العمل للقضاء على داعش واستمر في استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي المتطرف، متحاشيا تقديم تفاصيل حول خطته في القضاء على داعش. مهمتنا خدمة مواطني الولايات المتحدة وحمايتهم والدفاع عنهم، ونحن نتخذ إجراءات قوية لحماية أمتنا من الإرهاب الإسلامي. الذين منحوا الشرف الرفيع لدخول الولايات المتحدة يجب أن يدعموا هذا البلد ويحبوا أهله وقيمه. لا يمكن أن نسمح للإرهاب بأن يتشكل داخل أمريكا، ولن نسمح لبلادنا بأن تصبح مرتعا للمتطرفين. كما وعدت، طلبت من وزارة الدفاع تنفيذ خطة لتدمير تنظيم داعش والقضاء عليه. سنعمل مع حلفائنا ولا سيما أصدقاؤنا وحلفاؤنا في العالم الإسلامي على محو هذا العدو البغيض من على كوكبنا. استحضار زوجة الجندي الأمريكي الذي قتل في الغارة على اليمن إشارة حاول من خلالها ترامب التذكير بوعوده الانتخابية من خلال التركيز على الجيش وزيادة الميزانية الدفاعية لتكون الأعلى في تاريخ البلاد ودعم المحاربين القدامى. للحفاظ على أمن أمريكا علينا توفير الأدوات اللازمة التي يحتاجها الجيش لمنع الحرب والانتصار فيها إذا خاضوها. أنا أعمل على إرسال مقترح ميزانية إلى الكونغرس وهي الأكبر في تاريخ الإنفاق العسكري الأمريكي.
تباهى سيد البيت الأبيض بتحالفه المستمر مع إسرائيل الذي لا ينكسر وبفرض عقوبات على إيران. غابت روسيا عن الخطاب وحضر الناتو من باب تذكير دوله بواجباتها المالية. نحن ندعم الناتو بقوة، إنه حليف خلال حربين عالميتين خلعت الفاشية وخلال حرب باردة هزمت الشيوعية، لكن على شركائنا أن يوفوا بالتزاماتهم المالية. والآن بناء على نقاشاتنا القوية جدا والصريحة بدأوا يقومون بذلك. التركيز على إعادة البناء الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد عناوين أخرى لهذه الكلمة التي استهلها بمحاولة خلق مناخ إيجابي بمناهضة خطاب الكراهية والتحريض والعمل على تخفيض الجريمة بتفكيك الشبكات الإجرامية في البلاد، مجددا الدعوة إلى إلغاء برنامج الرعاية الصحية أوباما كير. ترامب حاول جاهدا أن يعيد تقديم نفسه بشكل جديد عبر خطاب ابتعد فيه عن اللهجة الاستفزازية، لكنه لم يحمل إلا تكرارا للوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. محمد كريم، واشنطن، الميادين. خطاب الرئيس الأمريكي ولا سيما الشق المتعلق بزيادة تاريخية في ميزانية وزارة الدفاع وبتخفيض ميزانية الخارجية لاقى انتقادات العديد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، إذ شدد السيناتور الجمهوري لينسي جراهام على أن الاقتراح لن يمر وأن الخطط ستفشل بمجرد وصولها إلى الكونغرس، فيما وصف نواب ديمقراطيون خطاب ترامب بالمتناقض وغير المتناسق. تقرير مريم عثمان. رسالة احتجاج بيضاء غلبت على الصفوف الأمامية لمقاعد الكونغرس الأمريكي، رسالة وجهتها عشرات النساء من الحزب الديمقراطي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه الأول أمام الكونغرس. بثياب بيضاء وعلى مرأى من المنصة جلسنا في محاولة لتذكير ترامب بحقوق المرأة والمساواة بعد تصاعد الجدل بشأن سوء معاملته للنساء وتصريحاته السابقة المهينة لهن. أجواء الكونغرس خلال إلقاء ترامب كلمته لم تختلف كثيرا عن الأجواء التي أعقبت الخطاب، إذ أن تحديد ترامب أولوياته وتعهده بزيادة تاريخية في ميزانية الدفاع وتخفيضه ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية USAID بنسبة 37% لم يلقى دعم الكثير من نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ، بعدما انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ وجنرالات بارزون اقتراح ترامب. وقد أكد السيناتور الجمهوري لينسي جراهام أن الاقتراح لن يمر وأن الخطة ستفشل بمجرد وصولها إلى الكونغرس. تركيز ترامب على ضمان الأمن الوطني العام بدلا من زيادة النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية كان محل انتقاد العديد من النواب الديمقراطيين أيضا. إذا كان يريد أن يعمل مع الديمقراطيين لتعزيز الطبقة الوسطى وحماية بيئتنا وتعزيز مكانتنا في العالم فهذا جيد، ولكن إذا وصل الأمر إلى إلغاء الرعاية الصحية لـ30 مليون شخص فالجواب هو لا. خطابه كان غير متناسق، فهو لم يتكلم عن عدة نقاط ساخنة في العالم كسياسة أمريكا مع كوريا الشمالية وروسيا والصراع في الشرق الأوسط. انتقادات بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين لخطاب ترامب الأول في الكونغرس رافقتها احتجاجات في العديد من الولايات الأمريكية ضد سياسة ترامب بحق المهاجرين وإصراره خلال كلمته على محاربة الهجرة غير الشرعية التي ربطها بالجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة. وقد لفت المحتجون إلى أن سياسة ترامب لن تجعل أمريكا عظيمة من جديد، بل ستزيدها عنصرية وتقسيمة. إلى أفغانستان، حيث تبنت حركة طالبان هجومين وقع صباح اليوم في كابول، أحدهما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة والثاني استهدف مقرا للاستخبارات، ما أدى إلى عشرات الجرحى بحسب مصادر رسمية. أشارت حصيلة أولية لمصادر أمنية إلى مقتل أحد المهاجمين وجرح 35، ووقع الهجوم الأول عند مدخل مركز الشرطة أعقبه إطلاق نار. في قرية بيران الكوبية أبصر الرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو النور، منزل عائلته تحول إلى متحف يقصده السياح من حول العالم. هذا تقرير لهبة الله بيطار. عند مدخل قرية بيران تستقبلك صورة فيديل وراؤول كاسترو،
داخل جدران هذا المنزل الأصفر أبصر القائد الكوبي النور، وفي ساحات هذه القرية نشأ وترعرع وأمضى سنين طفولته. لعائلة ميسورة ولد فيديل، لكن الحياة الكريمة التي عاشها في طفولته لم تبعده عن التفكير في أولئك المحرومين والذين لا يملكون شيئا. ربما لو بنى والد فيديل هذا المنزل الجميل في هافانا أو سانتياغو أو في مدينة مهمة أخرى في كوبا، كان أبناؤه سينشأون بعيدا عن كل ما يحصل في المناطق الريفية، وكان عقل فيديل ليصبح كعقل الرأسمالي. جذور فيديل كاسترو راسخة في بيران، المدرسة التي نال فيها تحصيله العلمي لا تزال مكانها، حتى القاعة الدراسية التي ارتادها ومقعده فيها محفوظان، مع صورة له وهو يزور مدرسة الطفولة بعدما غادرها بأعوام وفيها شهادة تخرجه من المدرسة. في القرية أيضا مقبرة العائلة، حيث يرقد والدا كاسترو وأشقاؤه الذين رحلوا، فيما لا يزال مارتين الأخ غير الشقيق لفيديل يعيش في بيران. كل شيء كان يفعله فيديل كان جيدا، لم يكن يحب الأشياء السيئة، كان يساعد أولئك الذين لا يملكون شيئا ورأول أيضا، لكن باعتباره أصغر سنا كان أكثر مرحا، كان يحب المرح. فيديل كان يكرس نفسه للدراسة. منزل عائلة كاسترو تحول إلى متحف ومعلم سياحي في القرية. من حول العالم يأتي السائحون لزيارة مسقط رأس القائد الكوبي، يجولون في أرجاء المنزل حيث يستطيعون رؤية السرير الذي ولد فيه والغرفة التي تشاركها مع إخوته، فيما تتناثر صور العائلة في زوايا المنزل لتروي قصصهم وذكرياتهم. يواصل بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية ثورانه في مظهر ناري فريد للحمم البركانية. العلماء رجحوا استمرار ثوران البركان في شرق الجزيرة لأيام أو حتى لأسابيع، وهو ما أثار حالة من الذعر خشية حدوث انفجار ضخم في الجزيرة الإيطالية. سلطات الحماية المدنية أعلنت حالة التأهب الأصفر ومنعت الوصول إلى قمة جبل إتنا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الثوران الأكبر لأكبر بركان في أوروبا يعد الثاني خلال هذا العام. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. الجيش السوري وحلفائه يستعيدون قلعة تدمر ويسيطرون على مركز المدينة ناريا وسط انهيار في صفوف داعش. لافروف يرفض انضمام المتطرفين إلى محادثات جنيف بشأن سوريا، والموفد الإيراني يلتقي وفد منصة موسكو. حرب شوارع تخوضها القوات العراقية في هذه الأثناء. الميادين تواكب تقدم القوات العراقية في حيي الغزلان والشهداء في الساحل الأيمن للموصل. الرئيس الإيراني حسن روحاني يتفق مع نظيره التركي على تحسين العلاقات، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. كان في السابعة منزل عائلة الزعيم الراحل فيديل كاسترو متحف ومقصد للسياح من مختلف أنحاء العالم. مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية espanol.الميادين.نت. إلى اللقاء.